الأنبا ميخائيل الأسقف العام الأنبا ميخائيل الأسقف العام رسم في نوفمبر 2018 وتولى مسؤولية كنائس حدائق القبة هنا في القاهرة مع مسؤولية وكالة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية أيضا في القاهرة، ودرس دراسات كثيرة وحصل مؤخرا على درجة الدكتوراه في أحد الموضوعات الكتابية، وحضر عدة مؤتمرات وسافر إلى الخارج عدة مرات، وهو خريج كليات الهندسة قسم المعماري، وخدمته نشكر الله خدمة ناجحة ومنظمة. إبرشية حلوان والمتنيح نيافة الأنبا بسنتي أنبا بسنتي خدم إبرشيته 38 سنة، ولكن في السنوات الأخيرة وبسبب الظروف الصحية والمرضية صار غير قادر على إدارة الإبرشية سنوات قليلة قبل نياحته. وغياب الأب الأسقف عن الإبرشية يجعل هناك اضطراب في إدارتها، ولذلك اتخذنا عدة خطوات، منها تشكيل لجنة لضبط إدارة الكنائس. بعض الكنائس استجابت وبعضها لم يستجب، وأيضا تولى نيافة الأنبا مرقس المطران قيادة دير الأنبا برسوم العريان علشان أيضا يضبط العمل فيه والخدمة الموجودة فيه مع الأخوات المكرسات. واحتاجت الرعاية في هذه الإبرشية أن يتم تدبيرها عاجلا، ولذلك أرسلت نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، واجتمع مع الآباء الكهنة. كنت سابقا أو من عدة شهور اجتمعت مع الآباء الكهنة من حلوان من معظم الكنائس، ونيافة أنبا يوليوس ابتدى يسأل الآباء الكهنة وفي ترشيحاتهم، وقد فوضونا واخترنا لهم نيافة الأنبا ميخائيل ليكون أسقفا أسقفا لإبرشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان ومدينة 15 مايو. ويكمل على البدايات التي بدأها المتنيح الأنبا بسنتي، ويقود هذه الإبرشية المحبة مع أبائها الأحباء. وأود أن أذكر أمامكم معنى لعبارة عشان تبقوا فاهمينها كلكم. العبارة التي تكررت من حق الشعب أن يختار رعيه هي قيلت على اختيار الأب الكاهن الذي يقوم بالرعاية في كل كنيسة، ومجموع الأباء الكهنة هم الذين يختارون الأب الأسقف، ومجموع الأباء الأساقفة هم الذين يختارون الأب البطريرك، وده ترتيب الكنيسة. وكلمة الشعب هنا ليست كلمة محددة، ليست أفراد محددة، ولكن الشعب في كل كنيسة يمكن أن يكون له دور كبير
من خلال الخدام والآباء الكهنة ومجلس الكنيسة والصلوات التي ترفع من أجل أي اختيار لأي كاهن. أنبا مخييل خدم خدمته السابقة بنجاح سواء في حدائق كنائس حدائق القبة أو في الكلية الإكليريكية، وسيكون ناجحا في خدمة هذه الإبرشية المباركة.